حضرات السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم من هذا المقام المتواضع الصغير الذي يخلو مني ولا أخلو منه، إذ أن ما به من عناوين وما به من أفكار سطرها مفكرون أثروا وأثروا في مسيرتي الشخصية، تجعله معي أينما حللت أو ارتحلت. لا أود أن أطيل في هذه المقدمة بأي حال من الأحوال، وأرغب أن أذكر السبب الذي جمعني بحضراتكم اليوم. السبب الذي جمعني بحضراتكم اليوم هو الحديث عن الفلسفة الألمانية المعاصرة، ممثلة في الجيل الثالث من أجيال مدرسة فرانكفورت، صاحبة النظرية النقدية الشهيرة. هذه المدرسة التي تأسست في بداية القرن العشرين تتألف من ثلاثة أجيال متعاقبة. الجيل الأول هو جيل الرواد، ثم الجيل الثاني الذي يؤرخ له عادة بفترة الستينيات والسبعينيات، ثم الجيل الثالث المعاصر الذي هو لب حديثنا مع حضراتكم اليوم. ولكنني قبل أن أتحدث عن الجيل الثالث ممثلا في الفيلسوف الذي يحمل لواء مدرسة فرانكفورت الآن أليكس هونيث، والذي ترك العديد من الكتب والآثار، أهمها كتابيه اللذين سوف نتناولهما بالبحث وتدقيق: كتابه الأول فكرة الاشتراكية، ثم كتابه المهم الثاني وهو الكفاح من أجل الاعتراف. ولكن قبل الحديث عن آثار أليكس هونيث الفلسفية وعن نظرياته، أكيد أنه من المناسب أن نعود إلى الوراء لنسلط الضوء على مدرسة فرانكفورت تاريخيا وعلى النظرية النقدية التي أرستها. في عام 1918 وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، وما تركته هذه الحرب من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية وخيمة على النفس البشرية، دعت ثلة من المفكرين وعلماء الاجتماع وأطباء النفسيين ومختصين في التحليل النفسي أن يجتمعوا لمناقشة الوضع الراهن. ففي عام 1924 كون كارل جرونج معهد العلوم الاجتماعية ملحق بجامعة فرانكفورت التي تعرف اليوم بجامعة جوتا. الجيل الأول من هذه المدرسة يتألف من ثلة من الكتاب والمفكرون الكبار، نذكر منهم هوركهايمر، تيودور أدورنو، هيربرت ماركوزا، جورج لوكاش، فالتر بنيامين. أعتقد أن هؤلاء هم من شكل الجيل الأول أو جيل الرواد في مدرسة فرانكفورت. هؤلاء الذين اجتمعوا في هذه اللحظة العصيبة تركوا آثارا فكرية كان لها أثر كبير في الفلسفة المعاصرة. هذه الآثار الفكرية أذكر منها لجورج لوكاش كتابه التاريخ والوعي الطبقي، هربرت ماركوزا بالطبع كتابه الإنسان ذو البعد الواحد، هوركهايمر وأدورنو كتب معا كتاب جدلية التنوير. ولكن ما هي الأسباب التي دعت إلى تشكل هذه المدرسة وهذا التيار؟ أصحاب هذا التيار وهذه المدرسة يرون بداية أنه لا يمكن أن ينفصل الفكر عن الواقع، لابد أن يناقش الفكر مشاكل الواقع ويبحث لها عن حلول. الأمر الثاني أن بدون شك لكل مفكر من هؤلاء أو لكل كاتب من هذا الجيل الرائد في هذه المدرسة لديه هم، لديه إشكالية، ولديه غاية وهدف يسعى للوصول إليه أيا كانت هذه
الغاية قد تكون بلوغ الحقيقة، قد يكون الوقوف على الإجابة على سؤال ما. هؤلاء لا الكتاب لا يمكن أن يكونوا من نوعية الكتاب الذين يكتبون لكي يعننوا أو يكتبون لكي يضيفوا كتبا إلى رصيدهم الأكاديمي. فإذا عدنا إلى الأسباب التي أدت إلى تشكيل هذه المدرسة، نذكر منها هذه التحولات السياسية الكبرى التي أتت على رأسها بدون شك الثورة الروسية في عام 1917، قيام جمهورية فايمار في ألمانيا عام 1919، وتلك الانقسامات التي كانت قائمة بين التيارات اليسارية الأوروبية آنئذ. الأمر الآخر أن نبوءة كارل ماركس بقيام ثورات اشتراكية في الدول الأوروبية الصناعية المتقدمة لم تتحقق. قيام فكرة أو بروز إشكالية كإشكالية الاشتراكية في بلد واحد أم الأممية. كما قال هوركهايمر، هذه العوامل شكلت العينة المأساوية على حد تعبيره التي دفعت إلى قيام هذه المدرسة وميلاد النظرية النقدية التي سنتحدث عنها بشكل مستقل في اللقاء القادم. فكي لا أطيل، أكتفي هنا بالحديث عن تاريخ ونشأة المدرسة، ثم عن نظريتها النقدية ممثلة في أفكار هوكهايمر وأدورنو، ثم نتحدث عن الجيل الثاني ممثلا في أفكار الفيلسوف هيبرماس، ثم نذهب بعيدا إلى الفلسفة المعاصرة في نظرية الاعتراف لدى الفيلسوف والمفكر الألماني المعاصر أليكس هونيث. فشكرا لرحابة صدوركم، وشكرا لحسن استماعكم. إلى أن ألقاكم في المرة القادمة، شكرا جزيلا.